صدى فرنسا أجرت مقابلة مع الفنانة والكاتبة السورية واحد راهب لتحكي لنا عن روايتها الأخيرة. روايتي غرق السلمون اسمها. الحقيقة كان بدي سميها شغف زمن التوحش، لأنه هي حقيقة موضوع بيحكي عن رحلة غرق شخصية سورية بزمن التوحش، التحولات اللي عم بتصير على شعبنا، إن كان يعني الحيواني باتجاه التدجين أو باتجاه التوحش، بالحالتين في عملية تحويل صارت على شعبنا. فالرواية بتحكي عن التحول إلى مسوخ حقيقة، لولا الثورة السورية كان يعني عملية التحول ماشي على قدم من وساق. ضمن رحلة هاي الشخصية بالبحر بحالة الغرق، منتعرف على مرحلة كاملة كبيرة من تاريخ سوريا، منتعرف على الشخصية السورية، على محاولة البحث عن الهوية السورية، منتعرف على التنوعات السورية بكل أشكالها، بدءا من الناس اللي هن تسببوا بعملية التوحش إلى الناس المسحوقين تماما اللي بيكونوا جزء من رحلتها بهذا البحر. وعن ردود الأفعال قالت الراهب: يعني الحقيقة لسه جديدة، هلأ هذا الشهر طلعت، مع ذلك القلة جداً اللي قريتهم الرواية اعتبروها من أهم رواياتي، وأنه فيها شغل على مستوى ما يسمى أدب الفن، وأنه هي بتحكي القصة السورية بكل تشعباتها. قالوا لي ما تارك شيء ما حكيتي. بنفس الوقت في شغل على مستوى اللغة حسب ما فهمت، والمجاز اللغوي بشكل رائع، أنه حتى لما بحكي عن العنف بحكي بعزوبة شاعرية بلغة متطورة جدا، حسب ما قيل لي أنه كتير متطورة على مستوى اللغة والشكل، وعلى مستوى المضمون أنه بتطرح القضية الموضوع السوري، بتطرح نماذج متعددة، بتطرح عوالم متعددة بعملية متكاملة منسجمة مع بعضها. وبالأخير سألناها عما إن كان الهدف من الرواية توثيق المرحلة اللي عم نعيشها. الحقيقة هو الكاتب لما بيكتب ما بعرف إذا بيكون هدفه التوثيق، لأنه إحنا عملياً ما لنا لا أكاديميين عم نعمل بحوث، ولاني أنا حتى على مستوى السينما ما بحب أعمل أنا أفلام وثائقية، لأنه بعتبر الوثيقة مهمة جداً، بس إلى ناسا إلى اختصاصة. أنا بعتبر أنه الشيء الإبداعي اللي بدنا نعمله هو أنك تتجاوز الوثيقة نحو الخيال، الواقع المتداخل مع الخيال، العوالم الداخلية للشخصيات، للبشر، للحياة. وهيدا أنا برأيي تأثيره على المدى البعيد أرسخ عند الجمهور. الوثيقة بالآخر مثل نشرة الأخبار، بتشوفها وخلاص بتحترق بعدها، أما العمل الإبداعي هو اللي بيأثر وبيرسخ بذاكرة الناس للمدى الأطول. وبالآخر هو يعني طالما إحنا بنحمل مضمون القضية بأعماقنا، بنحمل هدف، بنحمل مبادئ، فإجباري الخيال تبعنا، المادة الإبداعية تبعنا بدها تحتمل وتتضمن التوثيق، التأريخ. يعني أنا بعتبر حالي أكثر، فيني أقول شاهدة على عصري أكثر ماني موثقة.